بسم الله الرحمن الرحيم ما دام آل خليفة لن يغيروا ولن يتغيروا فلا بد لأهل البحرين أن يواصلوا نضالهم المستمر والذي لن يكون هذه المسيرات والتمرد هي أخر الفعاليات وإنما الفعاليات مستمر مستمرة مع بقاء هذا الطغيان وهذا الجبروت الخليفي الذي لا بد وأن ي... وأنه سوف يرحل يوما من الأيام شاء من شاء وأبى من أبى فبالتالي شعب البحرين مطالبين في كل مكان وفي كل العالم ايصال آآ آآ ظلامتهم الى العالم لكي يتغير العالم ويغيروا ايضا هذا النظام المستبد ويغيروا الانظمه المستبده المتجبره آآ آآ التي هي رمز الجهل والتخلف